حياكم الله مشاهدينا من جديد، يا مرحبا بكم ويانا في اخر فقرات صباح الشارقه، بحيث الفن والاناقه غايه تسعى لها ربات المنازل من خلال اطفاء لمسات من الذوق الرفيع تعكس شخصيتها المبدعه في المنزل. يسعدنا ان تكون معنا اليوم في فقره فنون منزليه الاستاذه سهام الوزيري، فنانه تشكيليه ومصممه اشغال يدويه. صباحك خير، حياك الله ويانا. صباحك مرحبا. الله يسلمك. في البدايه دائما نحن في فقره فنون منزليه اشغال يدويه نسوي هذه الشغلات الحلوه، نتعلم مهارات كثيره من بينها اكيد اعاده التدوير بطريقه جميله، وكيف ممكن نحن نصنع هذه الشغلات بطريقه حلوه نستفيد منها في حياتنا. اليوم الادوات وشو بنسوي؟ اليوم احنا بنسوي طباعه تيشرتات. نعم. هي منها اعاده تدوير، ممكن نعمل اعاده تدوير لملابسنا القديمه او ملابس اطفالنا، ومنها ان احنا ممكن نعملها كمشروع صغير. نعم. تعمله ربه البيت ينفعها برضو. الموضوع بسيط جدا. حلو. والادوات بتاعتنا هو تيشرت بس ابيض، يعني او الوان. مش اليوم شرط. يعني موضوعنا الطباعه على القمصان على القميص. انزين، انا عندنا هني قميص ساده عادي اي لون، اهم شيء يكون ساده ما في شيء عشان نحن بنطبع عليه الاشكال اللي عندنا. انزين، الادوات اللي نستخدمها عشان الطباعه. الادوات اللي بنستخدمها عشان الطباعه هي الالوان الفابريك. حلو. وليها انواع كثيره طبعا، وفيها الجليتر والميتاليك و مختلفه انواعها. حلو. والماتيريال بتاعها. حلو. الفرش سبونج علشان الطباعه، اطباقه بنحط فيها اللون. حلو. طبعا الستنسل. حلو. والستنسل معانا بيبقى اشكال كثيره، ممكن للاطفال نحط لهم حيوانات زي كده. يعني كل هذه الشغلات نحب نستخدمها الحين. انزين، الخطوه الاولى عشان نبتدي، يعني كيف الخطوه الاولى تشتري الرسمه اللي هنحطها. انزين، بنختار الرسمه الحين. في رسمات كثيره معانا. بنختار الستنسل ده موجود في المكتبات. نختار التفاحه. مش غالي. اوكي. يلا عشان الوقت بس نسوي لهم الطباعه هذه ونشوف يعني بالظبط. علشان نعمل التفاحه دي انت ما بتقدرش تستخدمي التيشيرت مباشره. شو نسوي؟ اول شيء بنجيب كرتون. ايه، يعني علشان ما نخيس نوسخ الدنيا. الكرتون بيعمل عازل الطبقتين من بعض، لان هتحط اللون ممكن ينزل على الخلف. يعني نحط الكرتون ما بين الطبقتين بتاعت ال ايه. اكيد يعني هذه الادوات موجوده. انا دايما بحب احط البلاستيك، لان احيانا في انواع الوان بتمسك في الكرتون نفسها، فتيجي تشيل التيشيرت تعمل زي بروس كده. حلو. يعني كانت مطيتي زياده. البلاستيك يحافظ على القميص نفسه. علشان خاطر ما يلزقش اللون في الكرتون مباشره. حلو. بنرجع نقلب التيشيرت ونشده كويس علشان الرسمه بتاعتنا تبقى مشدوده، ونثبته بالدبوس. نثبته بشيء ولا؟ الدبوس العادي. نثبت القميص بالدبوس علشان ناخذ راحتنا في الرسم وفي الطباعه. في الموضوع سهل وبسيط، يكون شيء مرتب. الطباعه مش شرط على التيشيرت، يعني انت ممكن تطبعي على عبايه، ممكن على فستان. حلو. حرير. ممكن الطباعه مش حاجه صعبه، وبقت منتشره في الوانها. ممكن في طالع من الفابريك اقلام عشان سهوله الرسم. أيه. اللي بيحب يرسم ويكتب. حلو. الموضوع مش صعب لربه البيت، حتى لو عملته مع اطفالها كترفيه هيفرحوا بيه، لان انا عملته فرش اطفال واستمتعوا بيه كتير قوي. ما شاء الله، يعني الموضوع مرن. مش متقيدين في شكل معين، في قميص معين، في حتى في لون معين، ممكن نحن نختار الاشكال اللي نحن نباها. انت بتختار الشكل وبتختار الالوان. زين. يعني شوفي انت عايزه التفاحه لونها ايه دلوقتي. الخطوه الثانيه احنا بنختار اللون. تفاحه حمراء. اوكي. والاخضر بعد عشان الاوراق. بناخد اللون بالمعلقه البلاستيك. حلو. شنو هذه الالوان؟ اي الوان قماش مكتوب عليها فابريك بصرف النظر عن عن الماركه بتاعتها. حلو.
يعني هنحط الأصفر عشان نبقى ندي تطشات. بس عندي سؤال بس تفضل استاذة، يعني الحين مثلا المواد هذه الالوان، ايوه الالوان نقدر في الوان معينه خاصه حق القطن ولا اسمها فابريكا؟ فابريك او فابريكا؟ فابريكا لان انت ما حد بيروح المكتبه يقول له انا عايز الوان قماش، فهتلاقي كل الوان القماش مكتوب عليها فابريك، بصرف النظر عن الشركه اللي بتقدمها او الشركه اللي بتبيعها. نعم احنا ايه انا صح اللي اسويه ولا صح؟ ان احنا مش يعني هو عارف ده حلو. بيدي احساس 3D وده بيدي احساس مخمل وده حلو. يعني في بحر من في العلم كثيرة في يعني استاذه بس سريعا عشان نشوف الرسمه قبل ما ننهي فقرتنا. عندكم دقيقه امل؟ هي عندنا دقيقه ونسوي فيها بس ببساطه انت بتحطي الرسمه تثبتيها كويس وتاتشي كده حلو. يعني شوفوا هذه الطريقه تعتبر طريقه يعني اخر طريقه سريعه يعني مرحله اخيره يعني يعني ممكن احنا نشوف في بعض الاماكن في اجهزه في الكمبيوتر انتشرت كثير هذه اسهل وابسط يعني في اجهزه ان هي بتطبع حتى على المج وبتطبع على الكاب بتطبع على التيشيرت، بس ما فيش اجمل من انك انت تستخدمي إبداعك اليدوي. أكيد إحساسه ألطف كتير، وحتى يعني يوم تطبعين في أماكن ثانية ما تعرفين الجودة كيف، لكن أنت يوم تسوين أكيد الجودة بتكون جيدة. يعطيك الصحة والعافية، نحن أكيد شاكرين لك تواجدك معنا. طبعا هذه التفاحة الحين يعني قيد الإنشاء. يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك وما قصرتي. إذا مشاهدين الكرام تقبلوا تحياتي، أخوكم جمال الصميطي وأخذكم أمل محمد، على أمل أن نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقات جديدة وضيوف أيضا متميزين آخرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.